الجلسة المذكورة وتسجيلات الفيديو، ومن ثم استدعى كافة الأطراف المعنية بالأحداث المؤسفة التي وقعت خلال الجلسة، حيث حضر كل من تم استدعائه لسماع إفادته حيث حضر كل من تم استدعائه لسماع إفادته عدا الأخ النائب حمدان العازمي الذي امتنع عن حضور الاجتماع. وبعد استعراض الموضوع من كافة جوانبه والإحاطة بكافة ملابساته، وحيث أن ما وقع من أحداث مؤسفة ومن تطاول ومساس وطرح طائفي بغيض يعتبر تجاوزاً لكل أعراف الحوار البرلماني الراغي، وتأسيساً غير مقبول لسوابق خطيرة من الخطاب التقسيمي هي محل رفض جميع الكويتيين، وشرخاً لوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، وكسراً لكل تقاليد الاختصام السياسي، وحيث أن ما تم يعد خروجاً صريحاً على القانون رقم 19 لعام 2012 الخاص بحماية الوحدة الوطنية، ومخالفة للمادة 88 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحرصاً على النأي بمؤسستنا البرلمانية العريقة عن كل خطاب يحمل لغة تقسيمية وتصنيفية بين الكويتيين، وصوناً للتقاليد البرلمانية التي دشنها المؤسسون الأوائل والمبنية على الاحترام والتوقير والقبول بغض النظر عن حجم الاختلافات السياسية. وبعد رفض الأخ النائب حمدان العازمي الحضور أو الاعتذار، قرر مكتب المجلس توجيه إنذار إلى الأخ النائب حمدان العازمي تطبيقاً لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس. تابعنا يعني كلام أو الخطاب على لسان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيد عبد اللطيف. تم توجيه إنذار للنائب حمدان العازمي من قبل مكتب المجلس بسبب كما قال يعني البيان رفضه الحضور ورفضه الاعتذار يعني زملائه النواب.